السلام عليكم طلبة الأعزاء، أتمنى تكونوا بصحة وسلامة. اليوم إن شاء الله راح أشرح Lecture 2 اللي تم تحميله على منصة المودل. Lecture 2 تتكون عن Transient Analysis، تحليلات الحالة العابرة. كلمة Transient تعني الحالة العابرة، وهذه الكلمة تتواجد بكثرة في المطارات عندما شخص ينتقل من بلد إلى آخر. قد يحتاج إلى ترانزيت، أي بمعنى آخر ينزل في مكان لفترة قصيرة من الزمن ثم يكمل الرحلة. فالترانزيت نقدر نعطيه تعريف بسيط، هي الحالة التي يحتاجها أي سيستم أو أي دائرة كهربائية إلى أن تصل إلى حالة الاستقرار. والترانزيت تكون حد فاصل ما بين أن السيستم يصل إلى حالة استقرار وعدم وصوله إلى حالة الاستقرار. فأي جهاز كهربائي على سبيل المثال المروحة أو المبردة اللي نستخدمها في البيوت، لما نشغلها بداية التشغيل نحتاج إلى وقت إلى أن تصل إلى حالة استقرار. حتى الساعة الإير كونديشن أيضا لما نشغله يحتاج إلى لحظات، قد يكون أو بعض الأجهزة تحتاج إلى دقائق حتى إيش تشتغل بصورة جيدة وتصل إلى حالة الاستقرار. مثل ما تكلمنا عن المحاضرة الأولى، قلنا أن المحف الكاباستر الاندكتر والكاباستر لهم القدرة على خزن الطاقة، وعملية خزن الطاقة أو فقدان الطاقة اللي سميناها تشارج وديسشارج تحتاج إلى وقت. هذا الوقت هو اللي يسمى بعملية الترانزيت، أو يكون يمثل لي الحالة العابرة، أي نحتاج إلى وقت حتى إيش حتى نصل للاستقرار. فنتيجة وجود المتسعات والملفات في الدوائر الكهربائية نحتاج إلى وقت لكي تشتغل الدائرة الكهربائية بشكل جيد، أي تصل إلى حالة الاستقرار. أول دائرة من دوائر الحالات العابرة يسموها بالسورس فري آر إل سيركت. سورس فري إيش معناته؟ معناته ما عندي مصدر فولتية أو مصدر تيار كموضح في الدائرة أدناه، أي عندي فقط ملف ومقاومة. في هذه الحالة الملف يكون مشحون. أضرب لكم مثال، إذا أنت كنت مشغل جهاز كهربائي على سبيل المثال الحاسب اللي في المنزل اللي فيها كيس وليس اللابتوب، الحاسب الكيس إذا تفتحه راح تشوف متسعات ملفات انتجريت سيركتس. فالكيس على سبيل المثال أنت قاعد تشتغل على الحاسب، لما تطفي راح اشوف انه مثلا الجهاز يطفي، لكن اذا تفتح الكيس راح اشوف بعض المتسعات وبعض الملفات بعد بها تيار كهربائي او تحوي على فولتية. فلما يقول لي في سورس فري، هذا معناته انه اني ما عندي مصدر فولتية او مصدر تيار. دائرة كانت تشتغل، ما طفيت الدائرة فصلت مصدر الفولتية ومصدر التيار، بقى عندي فقط ايش عبارة عن مقاومة وملف، مقاومة وملف، فيسموها سورس فري ار ال سيركت. الغرض من الحل في حالة السورس فري ار ال سيركت هو ايجاد مقدار التيار المار في الملف مع الزمن. اعيد، الغرض من الحل هو ايجاد التيار الذي يمر في الملف، هذا الملف مع الزمن. اي اوف تي ايش معناته؟ اي اوف تي معناته انه التيار متغير مع الزمن. إذا خلينا نركز على هاي النقطة، كيف نوجد التيار؟ أكو معادلة، والمعادلة تم اشتقاقها، واللي يحب يطلع على الاشتقاق موجود في الكتاب المنهجي. أنا ما يهمني الاشتقاق، يهمني تحفظ هاي المعادلة. المعادلة هي I of T يساوي لنا I not E to minus R T divided by L. ال R هي المقاومة اللي مربوطة مع الملف، قد تكون مقاومة واحدة أو قد تكون أكثر من مقاومة. ال T طبعا هو الزمن، والـ L هو قيمة الملف اللي يقاس بالهنري، وهي شرحناها بالمحاضرة الأولى. الـ I not هي القيمة الابتدائية للتيار في الملف. لحظة ما نطفي الجهاز الكهربائي، التيار يحتفظ عفوا الملف يحتفظ إيش بتيار. هذا التيار يبدأ يتلاشى مع الزمن. القيمة الابتدائية هي لحظة ما طفينا الجهاز، يعني لحظة ما فصلنا الجهاز، إيش قد كان قيمة التيار عند هذه اللحظة؟ هو هذا I not. طبعا ايضا راح نحسبه اثناء المثال ان شاء الله، نشرح مثال بسيط ونوضح كيف نحسب قيمة الـ I not. الامر المهم ايضا عندنا ثابت اسمه time constant، هذا time constant يرمزوا له بالرمز تاو. time constant ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا L over R.
قيمة الملف على قيمة المقاومة يعطينا تاو اللي هي ايش؟ ال اوفر ار يسموه تايم كونستانت. ما طول هو التايم، اذا ايش وحدة قياسه؟ السكند. تعريفه مهم لا يحفظ ولكن يفهم، هو الزمن اللازم الذي يجعل الملف يفقد بمقدار 63% من طاقته الكلية. احنا قلنا عندنا ملف مشحون، وهذا الملف المشحون يبدي يفرغ الطاقة، يعني يجي يعني الملف مشحون يبدي يفرغ الطاقة ويفرغ التيار في المقاومة. ليش؟ لأن خصائص المقاومة تبدد الطاقة على شكل حرارة. هذا الملف يحتاج إلى زمن حتى إيش؟ حتى يفقد طاقته. أكو زمن اسمه Time Constant، هو الزمن اللازم اللي يخلي هذا الملف يفقد 63% من طاقته النهائية، من طاقته الكلية. هو الزمن اللازم الذي يجعل الملف يفقد 63% من طاقته الكلية. على سبيل المثال كان التيار يخزن 1 ملي أمبير، الزمن تاو اللي هو زمن تاو قد يكون 1 ملي سكند أو 2 ملي سكند، التيار اللي يصير هنا كم؟ هو 1 ملي ناقص 63% في التيار كله، أي بمقدار معناتها 1 ناقص 63 37% من الطاقة الكلية. إذا القانون المهم هو هذا القانون. كيف نتعامل مع هذا القانون؟ المطلوب من عندنا أن نوجد I نوت ونوجد الـ R ونوجد الـ L ونكتب معادلة التيار بدلالة الزمن. نكتب معادلة التيار بدلالة الزمن. التيار هو التيار الذي يمر في الملف. فهذا كل ما يتعلق بالإيش؟ بالفري سورس فري آر إل سيركت. سورس فري آر إل سيركت. نأخذ مثال بسيط نوضح هذا الكلام اللي ذكرنا. عندنا مثال. If the inductor of figure 1 has a current، current هو IL قيمته 2 أمبير، عد أي الزمن؟ عد الزمن صفر. لما يقول لي عد الزمن صفر معناته الملف كان مشحون وقيمة التيار الذي مخزون في الملف أو الذي مشحون في الملف قيمته هو 2 أمبير. جد expression find an expression for IL of T valid for T أكبر من صفر and its value at T equal 200 microsecond. يعني يريد قيمة، يريد فد معادلة رياضية للتيار، ويريد قيمة التيار عند 200 مايكروسكند. نيجي على الدائرة، كيف نحل السؤال؟ كتبنا هنا خطوات، كتبت لكم هنا خطوات حتى بالعربي، خطوات اللازمة لحل هذا النوع من الأسئلة. أنت تقدر تحل أي سؤال RL circuit بRL بالعفو مركب بملف ومقاومات، تقدر تحلهم باستخدام هذه الخطوات. أول خطوة أكتب المعادلة الأساسية للتيار، يا تيار التيار اللي يمر بالملف اللي هي IL يساوي لنا I not E2 minus RT over L. نوجد قيمة الـ R ونوجد قيمة الـ L ونعوضهم بالمعادلة، فيظل عندي مجهول واحد بالمعادلة، من هو؟ هو الـ I not. الـ I not كيف أوجده؟ هذا السؤال كلش سهل، هو كان انطاني اياه بالسؤال. ان قال لي عندي تي يساوي صفر، من يقول لي عندي تي يساوي صفر معناته قيمة التيار في الملف يساوي اي نوت. قيمة التيار كم؟ 2 امبير. اذا اي نوت ايش يساوي؟ يساوي 2 امبير. ونكتب المعادلة بكل بساطة. المعادلة راح تصير كالاتي. الار 200 اوم، ليش 200 اوم؟ لان عندي 200 اوم. والال قيمته 50 ملي، يعني 50 × 10^3. والاي نوت كنا نطاني اياها 2، يعني بس مجرد تعويض بهذا القانون، فصار عندي اي ال اوف تي يساوي لنا 2 اي 2 ماينس 4000 تي. منين جت ال 4000؟ قسمنا الار اللي هي 200 على ال اللي هو 50 ملي، يطلع لي 4000 تي. وجدنا تعبير للتيار او معادله للتيار بدلاله الزمن. ايش طلب من عندي بعد؟ يقول لي جد قيمة التيار عند ما تي يساوي 200 مايكرو. بمكان تي هنا ايش اسوي؟ ايش اعوض؟ اعوض 200 مايكرو، وبالحاسبة اطلع اكسبوننشال ناقص 4000 في 200 مايكرو. يطلع لي رقم اضربه في 2، يطلع التيار 898.7 ملي امبير. اذا التيار عند ال 200 مايكرو هو 898.7 ملي امبير. إذا طلب من عندي تاو ثابت الزمن، ثابت الزمن يساوي لي L over R.
ثابت الزمن يساوي لي L over R. هم بكل بساطة نوجد ثابت الزمن. فهذا كل ما يتعلق بالسؤال الأول. حل بسيط، مطلوب من عندك تحفظ القانون، تكتب القانون وتوجد المجاهيل اللي في القانون. المجاهيل هي I not و R و L. M و R، R هي اللي مربوطة مع الملف، M و L هي قيمة الملف. I not، I not دائما نوجده عند الزمن صفر، أي عندما يكون الملف مشحون. ملاحظة مهمة، الملف من يكون مشحون نقدر نعوض عنه بشورت سيركت. فبهالحالة ايش نوجد؟ نوجد I short circuit. I short circuit يساوي لي I not. أعيد، الملف لما يكون مشحون نعوض عنه بشورت سيركت. حتى نوجد الـ I not، I not يساوي لي I short circuit، وهي أخذناها في حالة نورتن أناليسيس. كنا نوجد I short circuit، يصير عندي دائرة كهربائية ليها short circuit، ونوجد التيار المار في هذا الشورت سيركت يساوي لي I not. هذا المثال كان بسيط. نيجي ناخذ مثال آخر. طبعا بس قبل ما ناخذ مثال آخر، إذا أمكن أخذوك هومورك، أخذوك هومورك، ارسم لي I L of T مع الزمن. عندما الزمن يساوي صفر سكند، عندما الزمن يساوي واحد ملي سكند، اثنين ملي سكند، ثلاثة ملي سكند، أربعة ملي سكند، يأخذها إلى عشرة ملي سكند. لكل قيمة للزمن أكو قيمة للتيار. معادلة رياضية كلش بسيطة. وارسم، شلون نرسم؟ نرسم عبارة عن X و Y. ال X هو الزمن وال Y هو قيمة التيار. وشوف كيف راح تكون عندك الرسمة. هذا homework أتمنى تحلوه، وراح نحدد وقت إن شاء الله متى تسلمون هذا الهومورك. ناخذ مثال آخر، مثال شوية أصعب من اللي قبله. أشرد من عندي find the voltage labeled V at T يساوي لنا 200 ملي سكند. إما فولتيج، فولتيج هذه المقاومة. ملاحظة مهمة طلاب، من عندي دائرة ار ال سيركت، اول حل اوجد الاي ال. حتى لو هو ما كان طلب الاي ال، اني مفتاح الحل عندي هو الاي ال، لان عندي معادلة رياضية للاي ال. الاي ال يساوي اي نوت اكسبوننشال ناقصا ار تي اوفر ال. فاخذوها قاعدة، اول خطوة ايش نوجد؟ نوجد الاي ال، وبعدين نوجد المجاهيل الاخرى اللي هو كان طلبها في الدائرة. مثلا كان طلب في، من اوجد الاي ال وبكل سهوله راح نوجد فيه. شوي نجي نشرح هذا السؤال. شوف ايش عندي، عندي مفتاح سويتش، عندي الزمن صفر، فصلت المصدر، يعني حتى كنت مشغل في الجهاز كهربائي وجيت على غفله طفيت السوكت السويتش او طفل الكهرباء. ايش معناته؟ معناته انت فصلت الجهاز الكهربائي عن الدائره. فايش يصير عندي؟ يصير عندي دائرة بدون مصدر، عبارة عن مقاومتين وملف. يعني هذه مصدر افصله، امسحه من الدائرة كأنه ما موجود. ليش؟ لأن انت فصلته، صارت open، فصار عندي RL free RL circuit، free RL circuit. واضح. خطوات الحل كالآتي، ايضا نكتب اول شيء القانون IL of T يساوي لنا I not E to minus R T over L. طيب كيف نوجد الاي نوت؟ هنا اي نوت ما كان اعطاني قيمتها. دائما نوجد الاي نوت قبل ما نفصل المصدر. اعيد، دائما نوجد قيمة التيار اي نوت قبل ما نفصل المصدر. قبل شوية ذكرت ملاحظة، قلت الاي نوت هو التيار الذي يمر في الملف عندما يكون الملف مشحون. ولما يكون الملف مشحون ايش اعوض عنه؟ اعوض عنه بشورت سيركت. اذا حتى اوجد اي نوت اني اربط المصدر. قبل شويه فصل لي المصدر وصح، اذا نجي على الدائره، المصدر هنا ينفصل عند الزمن صفر. لا، اني حتى اوجد الاي نوت اربط المصدر، ايش اعوض بمكان الملف؟ شورت سيركت. واوجد اي شورت سيركت. اي شورت سيركت ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا اي نوت. اوكي، فهاي الملاحظة مذكورة هنا. قبل فصل المصدر الملف يكون مشحون، يعني الملف كان مشحون ومعوض عنه بشورت سيركت. من عوض عنه شورت سيركت اوجد التيار اللي يمر بالشورت سيركت. التيار اللي يمر بالشورت سيركت هو اي نوت. فكيف هسه اوجد اي نوت من هذه شورت سيركت؟ فولتيت العشرة اوم او التيار اللي يمر بالعشرة اوم هو نفسه اي شورت سيركت، لين توالي. فولتيت العشرة اوم هي 24 لين توازي. إذا 10 ،
تقسيم 24 يطلع لي قيمة، أو العفو الفولتية على المقاومة 24 تقسيم 10 يطلع لي I not 2.4 أمبير. إذا في هذا النوع من الدوائر لما يعطيني مصدر ويقول لي فصلنا المصدر عند الزمن صفر حتى نوجد I not، أربط المصدر وأعوض عن الملف بشورت سيركت. أتمنى الملاحظة تكون واضحة. طيب أنا يعني بالمعادلة إيش عندي؟ عندي I not E to minus R T over L. كيف نوجد الار؟ الار ايكوفالنت اللي الملف حيتاثر فيها. دائما نوجد الار عند ما نفصل المصدر. يعني الخطوه الثانيه افصل المصدر اللي هو امسح من الدائره، هي مثل ما هنا نفتح السويتش. فبهالحاله الملف يبدي يفقد الشحنه ماله، لان ما طول موجود المصدر الملف ما يقدر يفقد الشحنه، الملف يظل مشحون. لكن من نفصل المصدر الملف يبدي يفقد الشحنه. فمن فصلنا المصدر صار عندي ايش؟ فري سيركت ار ال، فري ار ال سيركت، فري ار ال سيركت. فنفصل الدائره ونشوف المقاومات اللي حتاثر على الملف. مسحنا ايش؟ مصدر الفولتيه او لغيناه، فتحنا السويتش. فشوف اكو مقاومتين حياثرون على الملف، اخذ المقاومتين بنظر الاعتبار. فار توتال هنا اللي حتاثر على الملف قيمتها 10 زائد 40 تساوي 50. خلاص ايش وجدنا ساعتها؟ وجدنا الاي نوت ووجدنا الار وعندي قيمه الهل، نكتب القانون نوجد اي اوف تي. طيب بالسؤال شنو اللي مطلوب؟ مطلوب في وليس اي ال. طيب انا عندي هذا التيار اللي حيمر في الدائره كلهم توالي، اقدر اوجد الفولتيه لو ما اقدر؟ بكل بساطه الفولتيه ايش تساوي؟ قيمه المقاومه 40 في قيمه التيار اللي احنا وجدناه اي اوف تي، مثل ما احنا موضح. الاي نوت وجدنا قيمتها، الال وجدنا قيمتها، الار هي المحصله الكليه، واي ال اوف تي هذه قيمتها. حتى نوجد الفي اوف تي، في اوف تي يساوي اي ال اوف تي في قيمه المقاومه 40، ويطلع لي هذه القيمه، هذه في اوف تي، في اوف تي بدلاله الزمن. طيب هو عريض في اوف تي عندما تيجي قيمتها 200 ملي سكند، بس اعوض عن 200 ملي سكند بالاكسبوننشال وبالحاسبه اوجد الناتج، الناتج يطلع 12.99 فولت. بس ملاحظه مهمه طلاب، المفروض نكتب سالب هنا، مكتوب المفروض نكتب ايش؟ ناقص 12. ليش؟ لان اتجاه التيار عكس القطبيه. يعني هذا السؤال موجود بالكتاب، اخاف احد الطلاب يشوف انه اكو سالب بالكتاب، لان اتجاه التيار عكس القطبيه. اذا خطوات الحل الخص لكم اياها في حاله ال RL circuit، free RL circuit، نكتب القانون، نوجد I not، نوجد قيم المقاومات اللي حتأثر على ايش؟ على الملف، ونعوض عن قيمة الملف، ويطلع عندي القانون النهائي. لما يطلب من عندي نوجد التيار عند أي فترة زمنية، بكل بساطة أعوض عن هذه الفترة الزمنية وبالحاسبة أطلع الناتج. هذا كل ما مطلوب من عندك تفهمه في حالة ال RL circuit. موضوع سهل، موضوع كنا اخذته بالسادس. اذا احد عنده كتاب فيزياء خلي بس يراجع صف سادس، راح يشوف الموضوع موجود بالسادس، لكن هنا شويه على موسع اكثر. اسئله وتقريبا خمس فيديوهات ايضا حملتهم او اعطيتكم الرابط على المودل، توضح بعد كثير اسئله عن الار ال سيركت، وايضا اكو موقع هنا اتمنى تروحون عليه حتى تحلون الأسئلة المتعلقة بالـ RL circuit. إلى هنا توقف عن المحاضرة. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نشرح الـ RC circuit، نفس الشيء ما راح يختلف عندي أي شيء، فقط راح ناخذ تأثير المتسعة، وأيضا كيف نتعامل في حالة وجود متسعة مع مقاومة. أتمنى تشوفون الفيديو بشكل كامل، في حالة وجود أي أسئلة إن شاء الله نتناقش فيها في وقت آخر. مع جزيل الشكر والتقدير.